Muchas gracias. Les cedo la palabra al representante de شكرا السيد نائب الرئيس. تود مؤسسة السلام مع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان أن تشكركم على مراسلات ولايتكم حول الاستخدام الواسع النطاق والممنهج للتعذيب. والمعاملة الحاطة بالكرامة كشكل من أشكال العقاب الجماعي بدءا من أيام الطوارئ عام 2011 ووصولا إلى الاحتجاجات التي وقعت في سجن جو العام الماضي وباعتبار أحد ضحايا التعذيب ضمن الكادر الطبي فمنذ ذلك الوقت لم تتحسن أوضاع سجون, سجون التوقيف في البحرين خصوصا سجن التحقيقات الجنائية حيث لا زلنا نستلم دون انقطاع تقاريرا جديدة عن التعذيب والمعاملة اللا إنسانية خصوصا ضد السجناء السياسيين وسجناء الراي الذين يواجهون ظروفا قاسيه واوضاعا غامضه مع منع لقاء المحامين بهم او حضور التحقيق معهم. ان من بين هذه التقارير الجديده قضيه تعذيب الشقيقين محمد وعلي فخراوي اللذان اعتقلا وتعرضا للتعذيب القاسي بشكل متكرر ولفترات طويله ومكثفه في قسم التحقيقات الجنائيه حيث تم اجبار الشقيقين على التوقيع على اعترافات قسريه ولم تتم محاكمتهما حتى الان اسوه بالاساليب المتبعة أوبان فترة الطوارئ عام 2011. إضافة إلى ما تقدم فإن العديد من سجناء جو حوض الجاف بحاجة ماسة إلى الرعاية الطبية الخاصة واللازمة. فقد تلقينا تقارير عن عشرات السجناء الذين يحتاجون إلى مثل هذه الرعاية مثل السجناء الياس الملة وعادل أيوب وسيد صادق العلوي وجعفر معتوق وصادق الشعباني وعلي السنقيس ومحمد ميرزا وغيرهم وختاما نعرب عن قلقنا الشديد إزاء قضية علي التاجر شقيق المحامي البارز في حقوق الإنسان محمد التاجر والذي تعرض للاختفاء القسري لأكثر من أربعين يوما في أواخر عام 2015 وتبين تعذيبه بقسوة من أجل انتزاع اعتراف وهو ما زال موقوفا دون محاكمة أو تهم حقيقية ولذا فإننا نتساءل عما إذا كان قد استلم مكتبا